السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية أتوجه بالشكر والتقدير لرفاقنا في وعد لتنظيم واستضافة هذه الندوة الهامة باسم التيار الوطني الديمقراطي في هذه المناسبة الوطنية الهامة، مناسبة مرت 6 سنوات على انطلاق الحراك الشعبي في البحرين، وهو الذي يجعلنا نتوقف ونقيم مسيرة هذا الحراك ونسعى لطرح الحلول للخروج من الأزمة الراهنة. أخواتي الحضور، أنا لا أريد أن أكرر ما ذكره الأخ إبراهيم في سرد الأحداث في خلال 6 سنوات، بختصر على المخارج التي تركز عليها قوى التيار للخروج من الوضع الراهن. أولا، أن قوى التيار الوطني الديمقراطي تنطلق في كافة مواقفها المعلنة من الحرص على وحدة البلاد ومصالحها العليا وأبعادها عن كافة التدخلات الخارجية أو انعكاسات ما يدور حولنا على أوضاعنا المحلية. ثانيا، أن قوى التيار الوطني الديمقراطي كانت ولا تزال مع الحلول السياسية والعمل السلمي، لذلك هي شاركت في كافة الحوارات الوطنية التي دعا إليها النظام، وهي لا تزال متمسكة بمخرج الحوار الوطني التوافقي الذي يحقق لجميع فئات الشعب تطلعاته. ثالثا، أن قوى التيار الوطني الديمقراطي تسعى جاهدة لإخراج البلد مما يعانيه من أزمة سياسية وأوضاع اقتصادية صعبة انعكست بمظاهرها على فئات الشعب كافة، وذلك من خلال التواصل لحلول سياسية توفر الدعم الشعبي لحاضر ومستقبل البلاد وتعيد له وحدته الوطنية والتلاحم بين شعبه. رابعا، أن المطالب الوطنية التي تنادي بها قوى التيار الوطني الديمقراطي اليوم هي نفسها التي سبق في خطاباتها إلى القيادة السياسية، وهي ذات المطالب التي تمسكت بها أثناء الحراك الشعبي، وهي ذاتها أيضا التي طرحتها في مبادرة سمو ولي العهد. خامسا، أن قوى التيار الوطني الديمقراطي متمسكة بالحلول السلمية، وأعلنت في أكثر من بيان ومناسبة عن رفضها دعوات استخدام العنف والسلاح، وتطالب بالاستمرار في سلمية الحراك. لذلك فإننا في هذه المناسبة نعيد تأكيد رؤيتنا للحل السياسي للوضع السياسي المتأزم الراهن والمتواصل منذ 6 سنوات، خاصة في ظل المرحلة الراهنة، حيث العمل السياسي مصاب بحالة من الجمود والشلل التام، وضاق نطاق تحرك الجمعيات السياسية وانحسار دورها على الساحة الوطنية. إن المنطق والواجب الوطني يقولان بضرورة أن تتحرك الجمعيات بالتعاون مع كافة المخلصين، وأن تحاول البحث عن مقاربة مختلفة تحاول من خلالها تدوير الزوايا وإعادة صياغة العلاقة مع السلطات الرسمية لإحداث اختراق في الجمود القائم والإمساك بفرصة لعودة عملية الحوار داخل خانة حاضنة بحرينية خالصة، بعيدا عن أي تأثيرات إقليمية أو دولية ضاغطة، وبعيدا عن أي منطق طائفي. ومثل هذه الرؤية تستدعي الوقوف وقفة موضوعية أمام المعطيات الراهنة واستخلاص النتائج مسؤولية وشجاعة، ومن ثم إعادة الحسابات وترتيب الأولويات. وفي هذا السياق لا بد من التأكيد على مسألة حيوية، وهي أنه علينا ونحن نتعامل مع المعطيات الراهنة وما تختزنه من ضغوط ومع حرصنا على إيجاد حل سياسي للأزمة وعودة الاستقرار إلى بلدنا والتفكير في كيفية التعاطي مع الانتخابات القادمة،
ولذلك لا يجب أن يدفعنا إلى التخلي عن مطالبنا السياسية التي نرى في وجودها الضمان الأساسي لاستقرار بلدنا الدائم وتطوره على مختلف الأصعدة. وعلى رأس هذه الثوابت مسألة وجود سلطة تشريعية كاملة الصلاحية وتحقيق مبدأ الرقابة والمحاسبة الضروريين لأي نظام ديمقراطي حقيقي يسعى إلى التغيير والإصلاح ومحاربة الفساد وحماية حقوق المواطنين وتوفير حياة حرة كريمة لهم. وهذا بدوره يستدعي وجود نظام انتخابي عادل ودوائر انتخابية عادلة، كما يجب أن نعمل على توفير قناعة بأهمية وجود حكومة تمثل إرادة الناس، لأن ذلك يعتبر محطة أساسية في مسيرة الديمقراطية وبناء المملكة الدستورية كما توافقنا عليها في ميثاق العمل الوطني، ومع إمكانية التوافق أيضا على ترحيل هذا المطلب إلى حين حدوث بعض المتغيرات التي تسمح بتفعيل مطلب وجود حكومة منتخبة. وانسجاما مع هذه الرؤية وينبغي أن نعمل على المهام التالية: العمل على إعادة الوحدة الوطنية وصيانتها وجعلها السقف الضابط والمعيار الوازن لكل تحركاتنا وقراراتنا في المرحلة الصعبة القادمة أو الراهنة. العمل على خلق فرص أجواء مصالحة وطنية شاملة والتوجه نحو كافة القوى السياسية والشخصيات الوطنية لتحمل مسؤوليتها في هذا الجانب وتوظيف جهودها لتهيئة الأجواء وإطلاق المبادرات الوطنية التي تخدم هذا التوجه بما في ذلك من قبل الشخصيات الوطنية وكل من له دور وتأثير في الساحة. مضاعفة الجهود نحو عملية إشهار التيار الوطني الديمقراطي باعتبارها أحد القنوات الممكنة وأحد القوى الدائرة القادرة على إحداث بعض التغيير في الوضع السياسي الراهن وإثراء الحياة السياسية عبر الدفاع عن المصالح الحيوية للمواطنين وحقوقهم في حياة حرة كريمة وفي إطار من العدالة الاجتماعية ورفض كل أشكال التمييز والإقصاء ضد أي مكون من مكونات المجتمع البحريني. وفي تقديرنا أن الفرصة متاحة للتغلب على كافة التحديات التي تواجه الإعلان عن هذا التيار والمضي في البناء على ما تم إنجازه من خطوات وسد كل الثغرات والنواقص التي لا زالت تحول دون إشهاره. وهذا يتطلب سرعة التحرك بروح من الجدية والشفافية والمصارحة مع كل القوى السياسية المعنية بهذه المسألة الحيوية والهامة. مواصلة الدفاع عن الحريات الحقوقية وحقوق الإنسان وحقه في المعارضة والعمل السياسي والتظاهر السلمي ورفض كافة الإجراءات الحل الأمني مع الدعوة لإطلاق سراح سجناء الرأي للمساعدة في خلق أجواء المصالحة. استنهاض دور مؤسسات المجتمع المدني لكي تأخذ دورها في الدفاع عن الحريات النقابية والمدنية والنضال من أجل تحقيق أهدافها. التوجه نحو قضايا المواطنين وأمورهم الحياتية والتصدي للأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة، خاصة ارتفاع الأسعار وتدهور الخدمات الصحية والتعليمية والإسكانية. التوجه نحو معالجة مظاهر الفساد وحماية المال العام وأملاك الدولة، ويمكن في هذا الصدد توظيف تقرير الرقابة المالية والإدارية الذي يشكل أرضية مشتركة لكافة القوى السياسية والمجتمعية في البلاد. مواصلة رفض التحريض الطائفي من خلال الإعلام الطائفي والدعوة لإعلام وطني يعزز الوحدة الوطنية وينشئ قيم التسامح والوحدة والاحترام والتلاحم. إن جميع المخاطر والتحديات الخارجية التي تفرضها الأوضاع الإقليمية والدولية تؤكد حاجة البحرين الماسة إلى حلول سياسية تستجيب لمبدأ التوافق الوطني بين كل أطراف المجتمع ويقوم على مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان ويراعي قيم العدالة والمواطنة المتساوية. مع جزيل الشكر. شكراً.